هاي حلقة جديدة وخاصة من بوب اب بتبدا هلا مع سبيشال كفرج لحفل الرواد اووردز او حفل توزيع جوائز الرواد اللي عم بكرم ابرز واهم النجوم من لبنان والعالم العربي. بحلقة اليوم من بوب اب لا تعرفوا آخر جديد وآخر أخبار خلي تابع روتانا ويتابعها مع الجميلة أنجلا. تابعوني مع أنجلا على LPC وقناة روتانا في بوب أب. تابعوا كل أخباري مع أنجلا على بوب أب. مروان خوري, فادي إبراهيم, كارمن لفت. Stay tuned. كاربت الخاصة بهالحفل التكريمي منرحب فيكم وبنبدأ مع مجموعة من الإكسكلوزيف انترفيوز. الإعلامية الأجرأ ماريا معلوف, أهلا وسهلا فيك بباب أب عبر LBC وقنوات روتانا. أهلا فيك أنجلا. ماريا, أدي هاللقب الإعلامية الأجرأ بيتطلب منك جهد وفعلا جرأة وكسر لبعض الحواجز والآراء تكون عم تنحكى بكل صراحة وبحرية أكثر من كبيرة. هلا الحرية ما في حرية 100%, بس قد ما كان بنحاول لقب الإعلامية الأجرأ بحمل لي مسؤولية أكبر ما أنا متوقعتها, وقد ما في حاول أن يكون على قد هذا أعمل جهد أن يكون على قد هذا المسؤولية. فالرواد أورد هو شيء يعني كلنا تعودنا نسمع بشيء اسمه أورد, بس الرواد هي جريدة سياسية. نحن مكلمين الشخصيات اللي نحن بنعرفهم, متعامل معهم, عاملين معهم مقابلات, شخصيات بتستحق, شخصيات مبدعة في مجالات الاقتصاد والفن والسياسة. بداية مبروك الليلة التكريم الرواد أوردز. أدي فعلا بعد الجوائز بتعني لك بعد عدد الجوائز اللي نلتهم؟ يعني معنويات, إذا المعنويات كتيرة يمكن هيك تعطينا بوش أكتر لقدر نعطي أحسن. وإذا بدنا نحكي أكثر عن المسلسلات اللي شفناها على الشاشة التلفزيونية بشهر رمضان المبارك, شو تابعت من أعمال ومين لفتك؟ هلا يعني الفيدباك كان على بنت شابندر كتير جيد, على 24 إيرات كمان كان حلو, على كان بشكل عام يعني كان فيها السنة مسلسلات كتيرة أخذت نجاح بمعدلات جيدة جدا. ان شاء الله دائما يعني ان شاء الله كل الاعمال اللي بنقدمها دائما هيك تلاقيها النجاح. تابعوا كل اخباري مع انجيلا بي بوب اب, فادي ابراهيم. نجمه كارمن لبس, اهلا وسهلا فيك ببوب اب عبر LBC وقنوات روتانا. اهلا فيك. بدايه, شو رايك اليوم بجائزه الرواد اووردز اللي تقام لاول مره؟ يعني انا بعتقد لازم نعطي راينا بعد الحفل, بس بعتقد مثل ما مبين انه شغله كبيره وشغله مهمه وضروري, يعني ضروري نكرم ناس مهمين بالوطن, مش بس اللي عم نشوفهم خلال السنوات اللي بيبقوا عم بيطلعوا. في ناس لها أهميتها وكبيرة, فضروري نكرمهم. وقد مهم كمان تواجد نجوم من خارج لبنان حتى من المنطقة العربية يعني ككل ومن مصر بشكل خاص. ضروري, ما مشان هيك انه بس يكون في تكريم لكل المهمين وكل المكرمين يعني بهذا الحفل, فهي ضروري لحتى نكون نحن موجودين لحتى نكرمهم. اذا بدنا نحكي اكثر اليوم عن الدراما اللبنانيه, كيف بتشوف فيها بشكل عام؟ الدراما اللبنانية كتير عم تتحسن, بس احنا بحاجة لحتى نطلع برات لبنان, احنا بحاجة للتلفزيونات العربية والفضائية انه يشتروا المسلسلات اللبنانية. اذا بدنا نحكي عن اللوك اللي عم تطلع فيه الليلة اللي فيه الكتير من الاناقة والرقي, مين اللي اهتم اليوم باطلالتك؟ انا على طول لزامي بلبسوني, فدايما تيابي من عند لزامي, وطبعا شعر سالون ريتشي الراسي وميك اب ليندا عقل والمجوهرات تبرومس. إذا بدنا نسألك عن شو عم تحضري شي جديد بهالفترة؟ حاليا روى عندي 3 مسلسلات عم بقريهم وان شاء الله خير. تابعوا كل اخباري مع انجيلا ببوب اب, كارمن لبس.
جو عرفنا اليوم أنه بحفل رواد أوردز إكيب جو رعد هو اللي عم بيهتم بإطلالة النجمة. تخبرنا كيف خصصت شيء سبيسيال لكل نجمة منهم وقدي سهل التعاطي مع النجوم بشكل عام. أكثر الموجودين تقريبا بتعامل معهم من زمان واشتغلت معهم يعني أرشيف أنا وياهم، فبعرف كل حدا شو ممكن نعمل له شو ممكن نقدم له. طبعا عندك تغذية بعين الاعتبار، شكل الفستان، شو لابسة، شو ممكن، شو هو الإيمج اللي بدها تطل فيه اليوم. تعطينا فكرة عن الفساتين أو أي لون حسيته اليوم هو أكتر شيء طاغي رح يكون على الريد كاربت؟ ما بعرف، هيك حسيت كأن الأسود شوي، حسيت طبعا مدام نادية الجندي حتكون طلتها شوي مميزة على قصير، تعودنا عليها نشوفها دايما بشعر طويل، اليوم اقترحت عليها أنه يكون شعرها قصير. وطبعا اهتمت مثل ما قلت لك، اهتم صالون الجوراد وكل الأكيب عم نشتغل لنطلع كل حدا بلوك بيشبه هو بيناس. ومدام صفية العمري كتير ستيلة يعني منحبه ومتعودين عليه، لكن شوي عملت لها هايلايت على سوندري وغيرنا باللون. يعني كل حدا هلأ بتشوفيهم كل حدا له ستيل واللوك اللي بيناسب كمان هيدا الإيفنت، وما تنسي انه صيفية كمان. جو إذا ما نحكي عن جديدك الفني، شو عم بتحضر حالياً؟ لأنه عرفنا هيك بالكواليس أنه في أغنية جديدة رح تطلقها قريباً. جديدة طبعاً من بعد مهرجان ماري الياس يلي هلأ حنشوفه سوا نحن وياكم، والنجاح يلي عملنا كمان بالسوليدير، وطبعاً المهرجانات بكل المناطق اللبنانية مستمرة. في أغنية جديدة قريباً إن شاء الله، وعبر جميع قنوات روتانا إن شاء الله حنطلع عليكم بكليب جديد. لكن الأغنية تقريباً نزلت الصوت، يعني نزلت الأغنية اللي بتقول عيب على اللي بيعمل عيب. جو غير الأغنية اللي رح تطرحها قريباً ورح نشوفها كمان مصورة على طريقة الميوزك فيديو عبر قنوات روتانا، عرفنا كمان في تحضير لألبوم مع شركة روتانا، يا ريت تخبرنا أكثر عن تفاصيله. تقريباً إن شاء الله عندي موعد مع السيد سالم الهندي هالفترة القريبة، حروح سمعوا الألبوم وإن شاء الله يا رب يكون كل خير. وأكيد روتانا وجميع قنوات روتانا لهم فضل من بعد ربي لشهرة واسم جو رعد في عالم الغناء، هنن وصلوني هنن آمنوا فيه. جو نحن بنقول لك good luck ونتمنى لك التوفيق بكل شيء بتعمله. thank you. أنا بشكركم، بشكر برنامجك اللي أنا بتابعه وبحبه، وبقول ضلكم معنا دايما على الـ LBC مع أحلى قمر بالروتانا. قبل الفاصل جولة على أخبار نجوم الموسيقى من حول العالم. أغنية كيتي بيري اللي رجعت انفصلت عن صديقة المغنية والموسيقى جون ماير بتبدأ بها القرب بالتحضير لألبومها المقبل بعد النجاح الكبير اللي حققته بألبومها الأخير بريزم، وبنفس الوقت رح تقوم بإطلاق الكونسرت فيلم بريزماتيك وورلد اللي بيلاحق جولتها الموسيقية الواسعة بأمريكا والعالم. بريطاني مانفورد اند ساند اللي عم يحتفلوا حاليا بنجاح وايلدر مايند بيرجعوا بالسنجل الجديد ديت ماس، وهو اسم منطقه ببروكلين معروفه بتواجد الفنانين فيها من موسيقيين مغنيين رسامين وغيرهم، وهو المكان اللي الف فيه معظم اغنيات الالبوم. الكليب تم تصويره تحت اداره المخرج اليكس سادم بمدينه كييف عاصمه اوكرانيا. آخر أخبار المغنية ميراندا لامبرت بتقول إنها رح تبتعد عن الأضواء لفترة معينة بعد انفصالها عن زوجها بليك شيلتون اللي قرر ينهي زواجهم بسبب اكتشافه لخيانة لامبرت مثل ما حكيت بعض الصحف الفنية مؤخرا. مغني البريطاني جون نيومان فبيقدم لنا أول سينجل من النيو ألبوم اللي ناطرينه قريباً وعنوانه Come and Get It. بريك ومنرجع بالقسم الثاني من بوب أب مع المزيد من السيلبرتيز وإكسكلوزيف انترفيوز. Don't go anywhere, we will be back shortly. بحالك اليوم من بوب أب. لا تعرفوا آخر جديد وآخر أخبار خلي تابع روتانا ويتابعها مع الجميلة أنجلا. تابعوني مع أنجلا على LPC وقنوات روتانا في بوب أب. تابعوا كل أخباري مع أنجلا على بوب أب. مروان خوري، فادي إبراهيم، كارمن لفوس. Stay tuned. It's you that I've been waiting to find. برحب فيكم بتاني قصة من بابا اللي بنبتدي مع مجموعة جديدة من السيلبرتيز اللي قبلناهم على ريد كاربت الخاصة بحفل الرواد أوردز.
النجمة المتألقة قلبا وقالبا صفية العمري. أهلا وسهلا فيك ببيروت وببوب أب. أهلا بيك حبيبتي. أهلا بيك، تشرفنا. سعيدين جدا اليوم عم نستقبلك بلبنان اللي عم بتكرمك اليوم ضمن مهرجان الرواد أوردز. قدي سعيدة بهالجائزة وقدي بعد الجوائز فعلا بتعني لك؟ يعني أنا بقالي دلوقتي الزيارتين الأخيرتين ليا للبنان كانوا تكريمات، وأنا مبسوطة وسعيدة وبقول يعني ربنا أكرمني بهذا البلد الرائع الجميل اللي أنا بتكرم فيه لمشوار حياتي وللفن ولمجالي أنا كإنسانة، فده شيء من أروع ما يكون وتتويج لمسيرتي الفنية والإنسانية. دي بيروت عندها معزة خاصة بقلبك؟ ما أقولكيش، دي هي جوه ساكنة جوه قلبي. ماما هتقول نرجعها لأبوها. أبوها ما صدق لما هلنا، مش ممكن هيوافق ياخدها تاني. يبقى لازم نشوف طريقة نقنعه إنه ياخدها. نعمل إيه يعني، نترجاه ولا نسوق علينا ناس نقول له عمل معروف خد بنتك أمها مش عايزاها؟ إن كان علي أنا عايزاها تقعد معايا هنا، وممكن تقعد في أوضة صالحة ومش هنحس بيها. صفية بمقابلة أجريتيها كتب، قالت صفية العمري إنها لو ماتت الآن فيكفيها دور نازك صالحدار بليالي الحلمية. أديها الدور كان فعلا مفصلة بحياتك المهنية؟ لو مت قبل ما أعمل حاجة تانية لأن هو ده يعني العمل الأسطورة في ذاكرة التاريخ، ذاكرة الفن، ذاكرة الناس، عايشة معهم بجد. حتى الأجيال الجديدة والصغيرين ابتدوا يتفرجوا عليه دلوقتي لأنه على طول بيوزع في الفضائيات على طول على طول. فعمل فني رائع محترم شيك تاريخي في كل معاني الفن والرقي والإنسانية. لكن فيما بعد لو في حاجة طبعا تانية هتبقى موازنة، مع اني انا مش عايزه اتشائم ان انا اقول مش هيبقى في عمل تاني يعني يتساوى مع الحلمية، لكن في مؤلفين رائعين، في مخرجين، في اللي يقدر يشوفني بالصورة اللي هي تكمل الحلمية او الشخصية بتاعتي. وإذا بدنا نحكي شوي على المشهد الرمضاني اللي حضرنا من خلاله عجقة على صعيد الدراما، شو تبعتي ومين من النجوم الجدد بيلفتك؟ لا في كتير، يعني انا مش قادره اركز على اسماء لانه فعلا السنه دي انا شفت طفره كبيره من النجمات والنجوم الشباب كلهم مبشرين جدا وعندهم موهبه، وانا سعيده انه النهارده المجالات مفتوحه ليهم لانه وقتنا ما كانش فيه الانتشار الكبير ده. هنا عندهم فرصة أكبر كتير، إنه في فضائيات كتيرة، شركات إنتاج كتيرة، إعلانات كتيرة، يعني بيظهروا في كل المجالات والجيد منهم سابق. وبرأيك دور ناجح كيف لأنه يصنع من ممثل نجم، أو الممثل هو عبارة عن أرشيف وعدة كاركترات ممكن يقدمه؟ تمام، صلصال بيتشكل مع كل دور ويوضع في الأرشيف بتاع عمره وحياته ومسيرته الفنية. وما فينا اليوم ما نحكي عن الأناقة اللي عم بتضوي من خلالها الليلة، خبرينا مين بيهتم باللوك الخاص فيك؟ والله أنا عندي هاني البحيري هو اللي بيصمم لي، لأنه هو عارف أن أنا شخصية كلاسيكية شوية، بحب الحاجات اللي هي فيمينين اللي هي فيها أنوثة فيها يعني الستايل بتاعي، فهو بيتماشى مع ذوقي جدا، وهو فعلا اللي عامل لي فستاني النهاردة. واسمحي لي أقول لك الأسود يليق بك. الله يسعدك ويخليك يا أمر. لو سمحت كلمة أخيرة لكل اللي عم بيتابعوك اليوم عبر بوب أب على الـ LBC وقنوات روتانا. أنا عايشة بيكم وعايشة عشانكم، وأنتوا اللي بتطولوا عمري بكلماتكم الرائعة ودعواتكم ليا، وربنا يخليكم لي. تابعوني مع أنجلا على LBC وقنوات روتانا. صفية العمري. مين اللي احتل النمبر 1 بالبوب أب توب 5؟ بنعمل الكاونت داون من المرتبة الخامسة للمرتبة الأولى، ومنقول ويلكم باك لجاستن بيبر بالمرتبة الأولى. وهلا if you want to travel in style، حقيبة السفر هي أكيد أهم شيء بناخده معنا، وهلا رح نعمل جولة على the most expensive luggage bags ضمن فقرة الـ luxury lifestyle.
الخامسة من اللاكشري براند تومي اللي معروفة بأفخم الشنط والحقائب على أنواعها. وبالنسبة لمجموعة الألفا لاجج بسعرها $5,500. وللمزيد من الرفاهية لبراند سوين أدني بريك بيقدم اللاكشري سيت من الجلد الخالص وهو الوينسر ليذر لاجج $6,500. الأفياتا لاجج سيت من شركة فالكسترا بيحتل المركز الثالث $7,600. ثاني أغلى لاجج سيت للسفر هو الجيمس بوند سبيشال إديشن من جلوب تروتر اللي خصصوا ليميتد إديشن لكل محبي العميل البريطاني الشهير 007 وسعر السيت فقط $12,800. ومن البديهي نلاقي لوي فيتون بالمركز الأول بهالست الرائع اللي بتملكه الكتار من نجمات العالم مثل لويهانا. والليذر لاجج سيت بيوصل سعره $60,000. وبقلكون هابي باكيشن وبون فواياج. حلقتنا الخاصة من بابا واللي بتضمن سبيشل كافرج لحفل الرواد أوردز بالتابع لما نرجع بعد الفاصل. بحلقة اليوم من باب أب. لا تعرفوا آخر جديد وآخر أخباري خلي تابع روتانا ويتابعها مع الجميلة أنجلا. تابعوني مع أنجلا على LPC وقنوات روتانا في باب أب. تابعوا كل أخباري مع أنجلا على باب أب. مروان خوري، فادي إبراهيم، كارمن لف. Stay tuned. قبل ما ننتقل ونتابع المقابلات الخاصة اللي أجريناها مع النجوم من الريد كاربت الخاصة بحفل الرواد أوردز، ننتقل لنعمل جولة على أجدد الأفلام بصالة السينما. وناطرين قريبا للدراما الرومانسية Before We Go مع كريس إيفانز وآليس إيف، والصدفة اللي رح تجمع شاب وصبية بظروف استثنائية. بعد هالجولة السينمائية منتابع مقابلتنا الخاصة بباب أب من حفل الرواد أوردز ومباشرة من الريد كاربت. النجمة المصرية اللي ضوت الليلة سما بيروت نادية الجندي، أهلا وسهلا فيك بلبنان وبباب أب عبر LBC وقنوات روتانا. أهلا بك حبيبتي، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله إن شاء الله الاحتفالية تبقى جميلة ومتميزة جدا إن شاء الله، وأنا سعيدة أن أنا فزتكم وفزت الشعب اللبناني الجميل. بداية طبعاً مبروك جائزة الرواد الليلة اللي عم بتنليها، وعن جدارة عن مسيرة مكللة بالنجاحات. الحمد لله لكل مجتهد النصيب، وبصي الجمهور بيفهم وزواقه وبيعرف يميز بين الفن الجيد والفن الغير جيد، مش عايزة أقول أكتر من كده، أو الفن المبتذل أو الفن اللي ما بيقدمش أي رسالة وما بيقولش أي شيء للناس ومش هادف. فالجمهور الحمد لله يعني بيقيم الفنان الجد من الفنان اللي هو واخد الفن وسيلة مجرد شهرة، لكن مش واخده بشكل بصفة جدية. يعني وإذا بدنا نحكي اليوم عن الأناقة اللي عم بتطل فيها، مين اللي اهتم باللوك؟ اللي اهتم باللوك يعني كمكياج وك فول. بصي ده فستان هاني البحيري ومكياج احمد الاسير وشعر جورعد. كلمه اخيره لكل اللي عم يتابعوك اليوم عبر باب اب على LBC وقنوات روتانا. بقول لكم وحشتوني قوي، والحمد لله ان انا سعيده ان انا قدمت عمل جيد. مسلسل اسرار الحمد لله يعني انتوا اللي حكمتوا عليه، وانتوا اللي أسعدتوني بالاستقبال اللي استقبلتوه لهذا العمل. حقيقة كانت بتجيني من كل أنحاء العالم ردود أفعال، من أوروبا، من دول عربية، من مصر، من كل مكان. وده شيء يعني خلاني اداني بوش إن أنا مش هقعد المرة دي فترة طويلة، وإن هنزل لجماهيري إن شاء الله بأعمال جيدة وأحسن وأحسن وبس. وإن شاء الله ربنا يديم الثقة اللي بيني وبينكم إن شاء الله إن شاء الله. تابع أخباري على LBC وروتانا مع أنجلا الجميلة أنجلا. يما يا نور عيني
الله يخليك ليا ويزيد خيرك عليا روحي تزيد ارتياح. نجم محمد فؤاد، اهلا وسهلا فيك بباب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. اهلا بيك، ازيك؟ طبعا مبروك تكريم اليوم بالرواد اوورد. الله يبارك فيك، ميرسي ومتشكر جدا وانا مبسوط قوي. قد ايه برايك استمراريه نجوميه الشخص الناجح هي بتشكل الصعوبه الاكبر بمسيرته؟ والله الصعوبة لابد انها تبقى متواجدة لاخر يوم في العمل في الفن. يعني الفن ما يعرفش الراحة، ما يعرفش الريست، ما يعرفش اي حاجة يعني من دي. يعني لابد ان يكون في تواجد، يبقى في تعب ورايا. اذا بدنا نحكي عن اعمالك الفنية الجديدة، شو عم بتحضر حاليا؟ الالبوم كمان اسبوعين ان شاء الله، وبنحضر لفيلم سينمائي ان شاء الله قريبا هتشوفوه ان شاء الله. كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعوك اليوم عبر باب آب على ال بي سي وقنوات روتانا. تحياتي ومن كل قلبي بحبكم وبتمنى لكم كل خير وبتمنى لكم السلام والصحة والعافية. حياتي حلوة وانت فيها، ولقيتني لما قلبي يختار حبيبة فيها من ملامحك يما حنان معجون بطيبة، تابعوا كل اخباري مع انجلا في بوب اب محمد فؤاد. مشيت في المدينه لقيتها حزينه، ما لقيتش فيها حب اللي غايب. هاي واهلا وسهلا فيك بباب اب عبر ال بي سي وقنوات روتانو. يا سلام، انا سعيد. اول شيء اللون اللي لفت نظري وخذني هل هو الشعر ممزوج مع الفستان او الفستان ممزوج مع الشعر او كلهم، ولكن عموما انت اللي محلي هالملابس كلها. انا سعيد واشكر واقدر لبنان وشعب لبنان، واشكر كل من كرموني وكل من حضر، واشكركم كلكم على تواجدكم هذا الجميل في هذا المكان. قد ايه انت اليوم بعد الجوائز بتعني لك، بعد كل التكريمات اللي نلتها، انك تكون بعد موجود اليوم بحفل الرواد اووردز وعم تكرم عن مسيره مكلله بالنجاحات؟ يعني انا كل التكريم يعجبني واشكر كل من يكرمني، ولكن لما يكون من ارض لبنان ولما يكون من اللبنانيين ولما يكون في لبنان تحديدا فهذا معناته كثير وكبير وضخم. اعتز، افخر، مبسوط، مستانس، فرحان ومنسطح، وادعو لكم بالتوفيق دائما، وانا حاضر دائما للبنان وشعب لبنان الجميل. وكلمه اخيره لكل اللي عم يتابعوك اليوم عبر بوب اب على ال بي سي وقنوات روتانو. اتمنى اليوم ان انا محضر لهم مفاجاه من البومي الجديد الموناليزا، واليوم بطرح اول مره اغنيه منه، وان شاء الله اتمنى انها تعجبهم عشان ينتظرون البومي القادم ان شاء الله. انت نمل الدنيا زماني عدى ثانيه، لفيت كتير بالدنيا وضيعت اللي يحب يشوف أخباري ويسمعها ويشوف أغنياتي خلي يتابع روتانا ويتابعها مع أنجلا أجمل أنجلا. هل شوفوا الألوان كلها مخلوطة على بعضها اللي حلت هاي الألوان. مع تحيات وحب بالخير. بيتغيروا هالناس بيتغير شكل الحب. نجم مروان خوري، أهلا وسهلا فيك بباب أب عبر ال بي سي وقنوات روتانا. يا هلا فيكي. بداية مبروك اليوم تكريم الرواد أورد. مرسي لالي، مرسي. قد ايه برأيك اليوم بعد هيك جوائز ضرورية لتعكس صورة لبنان المضبوطة؟ رغم الأوضاع الراهنة هلأ بهاللحظات اللي هي كتير غريبة، بس بعدنا عم نتحرك ونعمل إشياء إيجابية. بالعكس مضطرين نكفي هيك، وأنا برأيي أي شيء إيجابي بينعمل، جوائز أو احتفالات أو تكريمات، هي شغلة منيحة بكل الأوضاع. بضل في شغلات مش ظابطة للآخر، بس أنا برأيي أنه منيحة. إذا بدنا نحكي عن رمضان 2015، ما فينا ما نقول غير أنه مروان خوري كان موجود وبكثرة عبر ألحانه، عبر غنائه، عبر كلماته. خبرنا قدي اليوم ضروري وقدي بتساهم أغنية التيتر بنجاح العمل؟ أكيد بتساهم، مثل ما المسلسل بيساهم للأغنية، لأنه الأغنية هي طلة المسلسل، هي بدايته. بتعرفي المنافسة، صرنا بحاجة لأغنية هي تبين. الحمد لله كانت إيجابية لألي وللمسلسلات اللي أنا كنت معهم. عم نشوف أنه مروان خوري عم بينافس حاله بالمسلسلات، يعني تقريبا أحسن شيء ينافس حالي. حزين السعادة العذاب نطرها. تابعوا كل أخباري مع أنجلا بباب أب مروان خوري. بريك ومنرجع بحلقتنا الخاصة من باب أب، ما تروحوا لمحل، رجعين بعد دقايق قليلة.
بحلقة اليوم من بوب أب. لا تعرفوا آخر جديد وآخر أخباري خلي يتابع روتانا ويتابعها مع الجميلة أنجلا. تابعوني مع أنجلا على LPC وقناة روتانا في بوب أب. تابعوا كل أخباري مع أنجلا على بوب أب. مروان خوري، فادي إبراهيم، كارمن لف. Stay tuned. بيكون مرة جديدة ببابا بصر وقت نشوف الهاتشات فيديوز اللي اختنا لكم ليهن لهالأسبوع واللي من المتوقع يدخلوا البابا توب 5 قريبا. شو هي أخبار النجوم اللي تنقلتها الصحف الفنية مؤخرا؟ منشوف سوا. رابر 50 سنت اللي كان بمرحلة معينة أشهر وأغنى اسم بمجال الهيب هوب أعلن عن إفلاسه مؤخرا مثل ما بتعرفوا بمحاولة منه للتهرب من دفع مبلغ كبير من المال لأحدى النساء اللي عم تتهمه حاليا بنشر فيلم بسيء لسمعتها. القضية بعدها مكملة بالمحاكم بين كيرتيس جاكسون اللي معروف ب 50 سنت وبين هالمرأة، وخبر إفلاسه دفع عدة صحف بنشر أخبار ضد الرابر بتشكك بمصداقيته، وخاصة إنه مش من زمان سمته مجلة فوربس أحد أغنى نجوم الراب بالعالم رصيده الملايين من الدولارات من مبيعات الألبومات وحفلات، بلا ما ننسى عدة شركات تجارية ناجحة كان أسسها بالسنوات الأخيرة. عكل حال we will have to wait and see. إذا كانت تفكر حالها بعد السوبر ستار أو بالأحرى إذا بعد عايشة على أمجاد أغنيتها The Boy Is Mine، فمنقول للمغني براندي wake up. براندي حاولت تلفت أنظار الناس على التسابوي لما قررت تتحفن بأغنية وتسمعهم صوتها، بس المفاجأة الكبيرة كانت إنه ما حدا اهتم للأمر، يعني no one really cared. وبراندي بليز ارحمينا. ومننهي مع الممثلة جينيفر لورنس اللي تحدت الوسط الذكوري بهوليوود وقدرت تحصل على 20 مليون دولار لفيلم المقبل Passengers، إلى جانب كريس برات اللي رح يحصل على 12 مليون دولار، يعني أقل من جينيفر ب 8 مليون دولار. وهيك بتكون لورنس برهنت للكل إنه النساء فيهم يفوزوا على الرجال وحتى يتخطون بالباي تشيك بهوليوود. Long live girl power. ننضم مرة أخيرة للنجوم اللي توفدوا على الريد كاربت الخاصة بحفل Arouwad Awards من بيروت. بداية خبرنا اليوم شو رأيك بهالإيفنت Arouwad Awards اللي عم بيكرم أهم النجوم من لبنان والعالم العربي؟ يعني طبعا هيدا المجتمع اللبناني المبادر يلي عم بيحاول دايما رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، رغم الوضع الخانق واللي متعب، عم بيجرب دايما انه يخلي هالحياة نبض الحياة شغال. فنحن مشان هيك موجودين انا ومنى، وبنقول لهم يعطيهم العافية والله يبعث ايام افضل على لبنان. هيدا المبادر رح تكون عم بتكرم حدا اليوم؟ هيك قالت لي مريم مبدئيا ايه اذا الله بيريد. هلا بنشوف. طبعا في كتار بيفكروا انه السياسيين ما بيهتموا بالوجه الحضاري والفني للبنان، بالعكس نحن من النواب او من السياسيين يلي بندعم هذا الوجه للبنان، وهذا الشيء اللي بيخلي لبنان رائد بين الدول العربية حتى دول المنطقة بالفن وبالسياحة، وان شاء الله ترجع الايام تصير احلى من قبل. شوي عن الساحة الفنية والأعمال اللي عم بتتقدم من خلال متابعتها، كيف فيك توصفها اليوم؟ بدي أقول لك شيء، ما بيعرفوا، ما بقى يهمهم لما بيفوت واحد بحرب وسخة، ما بيعود يهمه يقتل الناس. اليوم في عنا 33 إذاعة أنا أعطيهم الأمر، أيام الرئيس الهراوي وأيام الرئيس الحريري أنا أعطيتهم يومتها، وكنا فينا نشيل، كان فينا نشيل نصهم أو نشيل 30 منهم. هلا يا ستي ما في، بتلفنوا لي من السعودية، بتلفنوا من الكويت، وين الرحباني، وين فيروز، وين وديع، وين ليه ما بتحطوهم حاسبيننا أنه نحنا قلنا كلمة؟ لا، هني هيدي أصعب من الحرب لأنه بتهدم العقل. عطول من 50-60 سنة هي نفسها عطول في شيء منيح وشيء مش منيح، ما في بحياته مطرح مش منيح،
على الآخر. يعني ما في إنه إبوك تمرق كلها مش منيحة، دائما في هيك وهيك، والإنسان هو ببيته بينقي مين بده يشتري، هو حسب شو بحب راسه، إذا بحب هالموسيقى والموسيقى هو بيشتري حسب الكالتشر تبعيته كيف ربيان يعني. وماريو إذا بدنا نحكي أكثر عن المسرح، خاصة المسرح اللي بتنتقده فيه الواقع اللي للأسف بنروح بنضحك على حالنا فيه، قد إيه اليوم بتشوف إنه المسرح له حضوره بعد بظل العجقة اللي عم تشوفها بين التي في والسينما؟ المسرح أكيد له حضوره، خاصة مع المسرح هو لازم يحكي قصة الواقع اللي عم نعيشه هلأ، مش بس إنه نعمل مسرحيات بالحلم. أكيد في مسرحيات مشغول عليها أكثر من غيرها، بينتعب عليها أكثر، بس المشكلة إنه بلبنان هلأ الوضع الاقتصادي والضيقة والعالم ما معهم ما بعرف شو، بس منضلنا موجودين ومنضلنا مسابرين وإلى الأمام. تابعوا كل أخباري مع أنجلا على بوب أب مع باريو باسيل. إياد قدي بتشوف اليوم ضروري هالمشهد اللي عم نشوفه اللي بيجمع الرائدين والمبدعين بلبنان بظل الوضع اللي عم نمرق فيه للأسف، مش بس بلبنان بالمنطقة العربية. هو أهمية هيدا الإيفنت مش للبنان، للعالم العربي، وقت منشوف أنه بالعالم العربي حولنا في هالفوضى في هالعدم الاستقرار، منلاقي بلبنان في بعد يعني عم بتكون الناس عم تنجمع لتشارك بأمور جميلة، بأمور بالفعل بتخلي الناس كل واحد يفتخر بكونه بأي مجال عم ينجح فيه، بالفن، بالصحافة، بالإعلام. هذا التأكيد أنه لبنان كان وبيبقى رغم كل الظروف ورغم كل المعطيات هو البلد الأول بالانفتاح بتقدير الإبداع، بلد الفن العربي والإبداع العربي، المدرسة العربية ومدرسة الثقافة العربية، ونحن بدنا إياه على طول ساحة، وساحة للطلاقي، ساحة للفرح، وساحة لتكريم الإبداع. هيدي كانت حلقة الأسبوع من بابا، فما تنسوا تلاقونا الأسبوع الجاي بحلقة مليئة بالنجوم اللي بتنتظرون أسبوعياً ببرنامجنا. Ciao for now.